احنا عندنا من المايند سيت او من التفكير وصلنا لقدر كافي من الوعي. اقعد ازاي او امشي ازاي؟ لازم ان احنا نوعي المشاهدين في حاجه معينه، كل واحد يقعد ويمشي بالطريقه اللي تريحه. تمام. بس في حاجه اسمها ايمج مانجمنت، هل ده انا عايزه يعبر عني؟ يعني زي ما انا بختار كلامي، انا برضو هختار ان مشيتي او وقفتي او وضع جسمي ده بيعبر عني. يعني لو نقدر نشوف صور كمان شويه هنشوفها. ازاي الشخص يقدر من البوستشر بتاعته او من وضع الجسم يبين ان هو واثق في نفسه. لو جبنا مثلا كمان شويه هنوريهم ممكن صور، نشوف الصور يا شباب اول ما تبقى جاهزه، بس ونخلي الناس تختار تشوف انهي واحد هو اللي واثق من نفسه. تلقائي احنا بناخد الوضع اللي هو الستريت، اللي هو مستقيم، مستقيم الشولدرز بتكون. احنا دلوقتي شايفين مثلا، لو ممكن بس المونيتور نحركه شويه. يس. استاذنكم في صوره كمان ثانيه، في ثلاثه وجنب بعض. هنا احنا شايفين واحد قاعد على الكرسي، ظهره ساند على الكرسي تماما، وحركه ايديه ورجليه فيها انبساط، يعني تمام، منبسطه منفرجه يعني. بالزبط. والشخص الثاني قافل ايديه ورجليه، متوتر كده، حاسه انه مربوط. طيب انا مبسوطه قوي، مبسوطه قوي شيرين ان انت يعني قدرتي ان انت تقولي ايه الحاجه اللي ورا القعده. اوكي. اللي انت عملتيه ده هو مش نوع من الجادجمنت، يعني مش نوع من الحكم على الشخص. هو نوع من ان انت بتحاولي تفهمي الشخص ده هو بيفكر ازاي، هل هو مستريح وهو بيسمعك، هل هو صريح، هل هو اوبن متفتح بيستوعبك واثق من نفسه، ولا هو في حاجه موتراه، ممكن يكون مش مستريح في القعده، ممكن يكون هو شخص منطوي شويه، ممكن يكون بيعمل حاجز بينك وبينه من حاجه بسيطه جدا زي القعده اللي احنا شفناها. اوكي. فتعالي نوري المشاهدين مثلا ازاي ان انا اقدر اخد وضع الجسم الصح اللي يديني اكتر حاجه ثقه في النفس. اوكي. مش بس كده، يعني احنا لو الصوره اللي قدامنا دي، لو اخترنا، لو انت يا شيرين قلت لك انهي واحد واثق في نفسه في دول؟ اعتقد اللي في النص، لانه اللي في النص طبعا مستقيم ومرتاح. الوضعين التانيين فيهم انحناءه فظيعه. بالظبط. حتى لو في انحناء بسيط، ما تقدريش تقولي ان الشخص ده مثلا ممكن يبقى قائد، ممكن يبقى ياخد حاجه يقدر يليد او يدير او يرشد ناس معينه للحاجه الاحسن. طيب هل ده علشان بس يديني ثقه في نفسي؟ لا. هو كمان وضع الجسم اللي احنا مخلوقين بيه هو ده الصح بتاعه. يعني وضع الجسم ستريت او مستقيم بيكون وزن راسك 4.5 كيلو. لو انت عملتيها سنه قدام زي الصوره اللي على الشمال قدام سنه، اللي هو زي ما احنا بنبص على الموبايل، بيبقى وزنها 13 كيلو كده 24. فده بيعمل مصطلح طبي اسمه التكست نيك، يعني ان انت بتبقى انحناء بقى وندخل في مشاكل ثانيه. فغير ان هو مشاكل ان هو مهم للصحه، لا هو كمان مهم ان انا يديني الايمج اللي انا عايز اوصلها.